مع انبلاج الفجر اهتزت منشآت أرامكو السعودية في بقيق بالمنطقة الشرقية، ودوت أصوات انفجارات متتالية في أرجاء أكبر منشآت معالجة الزيوت النفطية في العالم. قالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث في بحر عمان. إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي قبالة السواحل الإماراتية. وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن تعرض ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي. هجوم على ناقلات، ارتفاع في الأسعار، توتر في العلاقات، وعقوبات دولية. ولكن لماذا النفط؟ النفط سلاح سياسي واستراتيجي، قد تلجأ بعض الدول إلى استغلاله، إما لحماية مصالحها وإما للضغط على دول أخرى. استخدمته إيران والعراق سلاحاً فعالاً في حرب الخليج الأولى، وتستمر السعودية في تأمين حصة من مقابل الحماية الأمريكية. Would you say Saudi Arabia is wealthy? Yeah. Right? And I said to the king, you gotta pay. I'm sorry, you gotta pay. We're gonna protect you, gotta pay. إنه السلعة الأكثر تداولاً في العالم، لا تتوقف أهميته عند كونه وقوداً، بل يدخل في صناعة أكثر من 7000 منتج. وهنا قد يتبادر إلى ذهنك أن من يمتلك هذه الثروة هو الأوفر حظاً، ولكن في الحقيقة الوضع مختلف تماماً عما قد يبدو عليه، فقد يلقي الذهب الأسود أصحابه إلى ساحات الصراع والفوضى. النفط يغري كل من يمتلكه بالثراء ليجعله يتربع على عرش دخله، بل قد يكون مصدره الأوحد، وهنا تصبح اقتصادات دول بكاملها رهينة له ولأسعاره المتقلبة بطبيعتها. وعند انهيارات الأسعار المفاجئة تتحول هنا إلى ضحية، وقد يدفعها إلى حافة الفوضى، وهو ما يعرف بمفارقة الوفرة. مايكل روس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، في كتابه لعنة النفط صنف أغلب أنظمة الحكم في الدول المنتجة للنفط أنظمة سلطوية ومعرضة للوقوع في حرب أهلية، وكذلك للإخفاق في تحقيق نمو دائم أو ديمقراطية ناجحة. فأكثر من 50% من النفط المتداول عالمياً يأتي من دول استبدادية أو فاشلة. ولكن كيف وصلت إلى هذا؟ 3 استراتيجيات صاغتها تلك الدول للسيطرة على السلطة والثروة: تسكين الغضب، وضخ إيرادات النفط في برامج إعانات اجتماعية مباشرة أوقات الأزمات لامتصاص الغضب الشعبي. السرية، فهذه الدول نادراً ما تكشف عن حجم عائداتها النفطية للتسلل إلى مفاتيح الخزينة دون محاسبة من أحد. التحصين، عبر رفع الإنفاق العسكري وتمويل القطاعات المسلحة وشراء الولاءات. فمنحت دولة كإيران مليارات الدولارات لشركات مرتبطة بالحرس الثوري، أما السعودية فتصنف كأكبر مشتري للسلاح في الشرق الأوسط، مخصصة أموالاً ضخمة لشراء الأسلحة خدمة لنفوذها الإقليمي. وهنا تعتقد تلك الحكومات أنها أحكمت قبضتها على مقاليد السلطة والثروة. ولكن ما إن تتقلب أسعار النفط وتنهار عوائده حتى يكشف النفط عن وجهه الآخر، وتدخل البلاد في جحيم أزمات خانقة. وفرة النفط قد تخفق في تحقيق تنمية مستدامة وظروف اجتماعية أفضل، بل قد تجعل مالكي تلك الثروات أكثر عرضة للفشل من غيرهم. دول النفط فيها كل شيء، هل تعود خاوية دونه؟